السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده لكتشر 9 بارت 2، هنتكلم فيه ازاي نعمل انترو للبرولوج وازاي نعمل رام ونحط البرامج بتاعة البرولوج عليه. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل داونلود للبرولوج من على الموقع، هو بينزل فور فري. في أنواع كتير للكومبايلر بتاع البرولوج، إحنا هنختار منه اللي أنا اللي هو SWI برولوج، هنختاره وهنشوف إزاي هنعمله دلوقتي. هنا علشان بقى نبتدي نشغل أو نعمل داونلود للبرولوج، هندور على إيه؟ على في الجوجل على SWI يعني شرطة برولوج دوت اورج، هنجيبه. هيبقى ادي الشاشة بتاعتنا اهي، هنبتدي نقول هنا طبعا في الهوم هنعمل داونلود SW برولوج، نفتحها كده. بعد كده نختار من هنا اللي هي ستيبل ريليز، هيبتدي يديكي هنا كل الفيرجن الموجودة في طبعا في الويندو 64 بيت 32 بيت، عندنا الماك يعني هتلاقي فيرجن كتير، اختار اللي انت على يعني الكمبيوتر بتاعك انستول عليه. فانا هنا مثلا مايكروسوفت ويندو 64، هدوس عليها هيديني الشاشة دي، هقول له اي اندرستاند، هيوريني هنا الفيرجن، هدوس عليها هيبتدي يعمل لي داون لود. اوكي، هبتدي ادوس على الفايل لما ينزل اهو. بعد كده هبتدي اعمل له انستول. هنا بيقول لي WI البرولوج is already installed. Do you want to install the old version before uninstall the old version before install the new one؟ هقوله لا خلاص وكنسل. انا طبعا منزلاه، فانت يا دوبك هتلاقي الشاشات هتيجي ورا بعض كده. يس، وبعد كده هيحط لك انت عايز، طب تحط ايقونه على سطح المكتب ولا لا، هتقول له اوكي، هتروح منزلها عندك وهيتعمل لها انستول. طيب هنا هنبقى نشوف بقى الاول ازاي بقى كمان بعد ما عملنا انستاليشن وعملنا وشوفنا الاكزامبل بتاع البرنامج، عايزين يعني نعمل له ران بواسطه اللي هي اس دبليو اي برولوج. هنشوف كده ازاي نشغله دلوقتي وازاي نعمل فاكت وازاي نعمل كويت وازاي طبعا نعرف الريت. عايزين دلوقتي نشغل الاس دبليو اي برولوج، هنلاقي ان انا هنا وانا بعمل انستاليشن عملته على الديسك توب كشورت كات. هنا ادي اس دبليو برولوج، او افتح من الستارت وهتلاقيها هنا برضو اس اي اس دبليو برولوج، هدوس عليها هيبتدي يفتح لي الشاشة اللي قدامنا دي. ده طبعا هي دي 64 بت اللي انا منزلها فيرجن 9.0.4. هبتدي افتح، عايزه اعمل مثلا نيو فايل، اعمل نيو. بعد كده ابتدي ادور على عايزه احطه فين بقى، هبتدي انقي او انقي الفولدر، وطبعا سب فولدر اي مثلا انا عندي هنا انا عايزه احطها في ليكتشر نمبر 9، راح اقول مثلا انا عندي ايه تيست 2 واعمل سيف، هيفتح لي الايه الشاشه بتاعت ايه بتاعت الايه. هبتدي هنا اكتب بقى
البرنامج اللي انا عايزاه. مثلا هبتدي بالفاكت، دايما بنبتدي بالفاكت بعد كده الرول. خلاص انا هعمل هنا اي فاكت ما عندي، مثلا فريند، مثلا جون، او خلينا ابراهيم مثلا، و عمر، نقفل القوس وبوينت. يبقى هنا عرف لي ريليشن شيب اسمها فريند. ابراهيم از ا فريند اوف عمر. هنا مثلا هقول فريند تاني، نفتح قوس مثلا أسامة وعمر، دي برضو ايه، ادي عرف لي. طبعا هنا أنا لازم احط النقطة علشان يبتدي يجمع حالي في الايه، في الفاكت اللي عنده. مثلا هنا ممكن اقول ايه، عايزة أعرف مثلا إيه ريليشن شيب تانية، مثلا ميل وعمر، ميل وأسامة، ميل مثلا إبراهيم برضه بوينت وننزل. أوكي كده، طيب يبقى إحنا كده عرفنا إيه تو بريديكيت أو تو ريليشن اللي هي ريليشن شيب فريند وميل. أوكي بعد كده لو أنت عايز بقى تكتب أي هنا تاني مفيش أي مشكلة. خلاص طيب تعالوا نشوف كده إيه، لو عملنا تحميل مثلا، لو أنا عندي بقى برنامج مكتوب وعايزة أفتحه، بعمل هنا وأوبن وهنا براوز، وبعد كده هقول له مثلا اللي هي البرنامج اللي عندي، هيفتح لي البرنامج أهو. ابتدى يقول كل بقى الحاجات اللي هي في الفيجر 1.8، كاتب لي البرنامج. هبتدي هنا أشغله، أعمل إيه؟ أعمل كويري. فطبعا أنا الأول أعمل إيه، المفروض إن أنا أبتدي هنا أهو، أقول مثلا parent إكس و واي. طبعا أنا إيه بكتب بالإيه، بالكابيتال، علشان دي variable، فأنا عايزة أشوف مين parent لمين. وهعمل كده. هنا ناخد بالنا انه بروسيدر اللي هي بيرنت، لاني ما عملتش ايه، ما عملتش كومبايليشن. يبقى هعمل كومبايل. طبعا انتوا عارفين يعني ايه كومبايل. كومبايل يعني ايه، انا دلوقتي بكتب دايما لما اكتب برنامج بالهاي لانجوج فلازم ينزل لللو لانجوج، فبعمل كومبايليشن. فهنا مثلا هقول كومبايل بافر، هيبتدي يعمل كومبايليشن. بعد كده هنا بقى هيجي أسأل نفس السؤال، parent إكس وواي، هيبتدي بقى يبص في البرنامج ويجاوب. فهنا مثلا أول parent بام وبوب، فكتبهم لي هنا. أعمل إيه؟ أبوستروف بوينت، يديني الإيه؟ الباقي. فإداني توم وبوب، عملت انتر، فراح خلاص خلص. لو عايز اعمل اشوفهم كلهم، فانا كل مره بعمل ايه، ابوستروف بوينت، ابوستروف بوينت، هتلاقيه جايب لي جميع الفاكت اللي هم فين، اللي هم هنا دول، كل البيا بيعوض، بيجيب الاكس والواي بتاعتها اهو، ابوستروف ابوستروف بوينت، لغايه لما جاب لي اخر واحد اللي هي باد وجام. خلاص طيب، لو انا قلت هنا في ميل برضو، وافتح قوس
لازم ناخد بالنا طبعا من السبيلنج، واعمل مثلا ايه كي مثلا اي فاريبل هيبتدي يجيب لي اهي فيميل وبام اهو، اللي بعده زي ليزا، اللي بعده ان، اللي بعده المفروض بان، وخلاص على كده خلصنا. نفس الحكاية لو عايز تعمل ايه ميل او اي حاجة. طيب هنا لو جينا بصينا هو بيقول لك اللي هنا مثلا ال اوف سبرينج ده اللي هو الرول، دي رول طبعا، ده كله لو جينا بصينا ده كله ايه فاكت. هنبتدي هنا من بالرول، الرول اول واحدة بتقول لك ايه اوف سبرينج اكس وواي، دي لو ايه لو بيرت اكس وواي، يعني واي وهنا واي واكس هنا تديني بيرت اكس وواي. خلاص يبقى يعني اكس is offspring او الواي offspring of اكس لو البيرنت اكس بيرنت واي. خلاص كده. فانا مثلا لو جيت قلت هنا مثلا اوف، انا طبعا انا عايز اكتب السؤال هنا، فهبتدي اقول له ايه اوف برينج وافتح قوس واقول له مثلا واي و مثلا اي بقى اسم بوب. طبعا هنا الواي لازم تبقى ايه كابيتال، لو انا كسبتها كده سمول هيديني نو اكيد فولس، واخدين بالكم؟ فانا هنا عايزه طبعا تشتغل اعمل لازم فاريبل، يبقى هعمل واي علشان اشوف بوب واي اوف سبرينج لبوب، هل في واي تبقى اوف سبرينج للبوب؟ هروح عامله اهي هيقول لي في ان، ليه؟ لان في اهي الفاكت نمرة 4 بيقول لك parent pop و ان، يبقى مين مين اوف سبرينج؟ هي هنا تبقى احنا قلنا ان احنا واي و بام، parent واي و بام، الرول هنا بتقول لك في اوف سبرينج واي و اكس اهي، الاكس انا هنا حطها بوب، فهنا بيشوف هنا فين اللي هي ايه parent pop وحاجة، يبقى البوب وحاجة دي يبقى هيديني أول مرة إيه تاني مرة فات، فلو جيت عملت أهي يبقى فات وخلصت على كده. ما فيش غير تو كلوزز اللي هي بتعمل إيه بتساتيسفاي ال أوف سبرينج دي. هنا مثلا ماذر، عشان تبقى ماذر لازم تبقى بيرنت الأول وتبقى فيميل، صح كده؟ يبقى أنا هنا لو قلت ماذر وفتحت قوس وعملت اكس اللي هي اي فاريبل وقلت مثلا ايه عايزه المذر بتاعت ان، وهنشوف هيجيب حاجه ولا لا. هنا بيقول لي لا مفيش مذر ايه اللي هي ان، ان مش يعني ان مش متعرف هنا ليها اللي هي مذر، يعني انا ما عنديش هنا اي ايه احنا هنا قلنا لو علشان نجيب المذر اكس وواي لازم تبقى بيرنت ولازم تبقى في ميل. خلاص يبقى انا عندي هنا لو جيت هنا عوض هتبقى انا عايزه ان، ان هل هي هنا ليها بيرنت او هو بوب؟ طب بوب هنا ميل، صح كده؟ طيب هنا ان تاني مفيش ان تاني، خلاص هي المفروض ان هي مفيش هنا المذر مش متعرفة بتاعت ان. نعمل حاجة تانية مثلا نقول مذر، ممكن ونقول ايه برضو اكس، عايزة اشوف المذر بتاعت اكس وايه
مثلا توم، واشوف هجيب لي هيقول لي برضه فولس. واخدين بالكم ليه؟ لان انا المذر بتاع توم مش حطاه هنا. طيب لو انا هنا بصيت هنا، هو علشان تبقى مذر لازم تبقى بيرنت، تبقى فيميل، خلاص. فانا هنا مثلا مش معرفه غير لبام وليز وان وبات، خلاص. فانا هنا لو جيت قلت مثلا بيرنت او مذر اكس، وبدل دي هجيب ايه؟ جيم مثلا. هتقول لي هيقول لي ايه؟ اكس ايه؟ بات، اللي هي هنا جيم بات، اهي بيرنت وبات، وبات فيميل، يبقى صح كده، يبقى راح جايب لي الاكس ايكوال بات، مفهوم كده؟ وهكذا ممكن تعمل ايه الكويري بتاعك. هنا لو جينا بصينا في البرنامج ده، فهو معرف، ممكن تجيب الاوف سبرينج، ممكن تجيب المذر، ممكن تجيب الجراند بيرنت، وهنا معرفها لك هو جراند بيرنت امتى؟ لو كان الاكس بيرنت لواي والواي بيرنت لزد، فيبقى كده الاكس ده هو الجد. ونفس الحكايه هنا السيستر، عشان اكس وواي يبقوا زي السيستر لازم البيرنت بتاع الاكس هنسميه زد، والبيرنت بتاع واي وهنسميه زد، وهتبقى المفروض لازم ايه كمان؟ الاكس مثلا بتبقى فيميل، والواي المفروض ان هي تبقى ديفرنت علشان يبقوا سيستر، اوكي، ديفرنت عن الاكس، يبقى ديفرنت اكس وواي. يبقى انا عندي هنا الاكس والواي سيستر، لو كانت الاثنين دول ديفرنت عن بعض، وان هي ايه، والمفروض ان هما يبقى نفس البيرنت بتاع يعني هو نفس البيرنت واحد. طيب نشوف هنا بريديسيسور اكس وزد، هي ايه؟ هي عكس البيرنت، يبقى البيرنت إيه؟ لو كان اكس بيرنت زد، يبقى الـ هنا البريديسيسور هي يعني الاكس بريديسيسور لزد. هنا برضو بريديسيسور بيقول لك ايه؟ هي الاكس والزد، يبقى هي بيرنت اكس وواي، الواي بريديسيسور لايه؟ للزد، خلاص. فدي مجموعة الرول اللي احنا اشتغلنا بيها، ودي مجموعة الايه، دي تبقى خلاص كده، دي مجموعة الفاكت، ودي مجموعة الرول. لا طبعا احنا متبقين دول كلهم ايه؟ كلوز، يعني البرنامج هنا لو جينا قلنا ان احنا عندنا كام بقى؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، يبقى 19 كلوزز، إيه فيهم فاكت وفيهم روتس، أوكي. جربوا بقى كل الـ الرولز وكل الفاكت، بحيث إن أنتوا تفهموا البرنامج كويس. اوكي كده خلصنا البارت 2، ويا ريت تجربوه.